مرتاح اكثر، الالام اقل، وسرعه استجابه المريض للعلاج افضل. فنسال الدكتور باتريك شوي عن الجهاز هذا. دكتور باتريك، what do you think about this machine that we just brought to Dar Shifa? Well, this is just an advancement in current technology for crosslinking that's been available for the last 15 years. Just what it does is it takes the power density, increases it, and allows the crosslinking to happen in a shorter period of time, which is much more efficient for the patients and for the doctors. Okay. More comfort for the patient. And exactly, comfort for the patient and accuracy as well. Is it accurate, more accurate? Or? It has a better beam profile than what is currently available. Okay. Instead of a Gaussian curve, it's more of a top hat beam profile. So the uniform distribution of power across the entire beam provides a more effective cross-linking. Plus the length of corneal exposure. You know, if you have a patient who's like for half an hour waiting for the UV light, he's not comfortable, you know, probably corneal burns or risk of infection will be more. This one is a short. Right. The patient will be uncomfortable, move more, just be more anxious. The 3 minutes, we can talk to the patient in the time that it takes to do this and be a lot more comfortable. And what cases that we can treat? We can treat keratoconus patients. Okay. We can treat LASIK extra prophylactically during a LASIK procedure, and also ectasia patients. Post-LASIK ectasia, we can halt the progression or the regression of the corneal weakening. And this is the only machine that you brought with you to Kuwait at the moment? This is the only machine we have in Kuwait at the moment, yes. Okay. Thank you. رجعنا بعد التقرير المصور. دكتورة خلود ما قصرت، صورت لنا هالتقرير وعندها سؤال. أنا في وايد ناس يتساءلون شنو الفرق بين الليزر والليزك، يعني في شوية يعني اختلاط بينهم، فشو الفرق بينهم؟ نبي نعرف من دكتور عادل، بعدين نرجع لدكتور يوسف علقنا على الجهاز الجديد، لأن هذا سؤال عام من الفرق بين الاثنين. هو أول ما بدأوا بالبداية كانوا يقولون عن الليزر، وبعدين جت تسمية الليزك. هو بالنهاية أنت قاعد تستخدم ليزر واحد بس، لكن التقنية شوية الطريقة اختلفت. بالبداية كانوا يكشطون الطبقة الطلائية اللي على سطح القرنية ويسوون الليزر، وبعدين هذه تأخذ لها خلال أسبوع أكثر أقل أنها تلتئم ترجع مرة ثانية كما كانت. فالمريض يحتاج قطرات مكثفة، والنظر ما يكون 100%، يأخذ وقت على ما يرجع 100%، يعني على أسبوع 10 أيام أن المريض يقدر يتعافى حق النظر. الحين الليزك اختلف، الليزر اللي يستخدم واحد، ولكن طريقة اختلفت، انه قاعد تسوي مثل فلاب، يعني تشيل طبقة رقيقة تنقص من القرنية، يبعدونها، تسوي الليزر اللي تحتاجه حق تصليح النظر، بعدين ترد الطبقة هذه. فما في مثل ما تقول إزالة الطبقة الطلائية حق القرنية، فالريكفري اللي هو المريض النظر يرجع له بسرعة، تلقى يمكن كل ما تمر خلال ساعات، 3 ساعات 4 ساعات النظر يكون أفضل، ثاني يوم النظر تقريباً 6/6 أو أحسن، فالريكفري ماله أحسن، المشاكل شوية أقل من طريقة الليزر اللي كانت السابق القديمة، وما يمنع أن في مرضى للحين ما يصلح أنك تسوي له ليزك، تضطر أنك تسوي له ليزر. يعني محتاج الجهازين دكتور، راح نشوف الجهاز واحد، التقنية بس التقنية تختلف، راح نشوف فيديوهات عن هالشيء. بس دكتور يوسف، بالنسبة للتقرير المصور، الجهاز هذا جديد يبتو الحين موجود في دار الشفاء؟ موجود في دار الشفاء حاليا. نعم، ويتميز بسرعته. السرعة أي يعني بسرعة دكتور، أي مميزات أخرى غير السرعة؟ السرعة هي أهم شيء للجهاز هذا، والدقة اثنينهم. ليش السرعة أهم شيء دكتور؟ يعني شنو الفرق 3 دقائق عن نص ساعة؟ اللي أنت معرض القرنية لأشعة، يعني تعرضها أشعة وحرارة مدة نص ساعة، ولا تعرضها مدة 3 دقائق؟ نعم. طبعًا لما يكون الجسم معرض ومفتوح، لأن أنت عشان تعرض القرنية لازم تشيل الطبقة الأمامية، فيكون معرض إنه ريسك أوف إنفكشن أو التهابات تكون أكثر. المريض ما يكون مرتاح إنه مبطل عينه نص ساعة. نعم. 3 دقائق يعني يكون مرتاح أكثر من الأمور هذه. وطبعًا كل ما كان المريض مرتاح وكل ما كان الإنفكشن أقل، كانت النتائج أفضل. نعم. زين. وهذا استخداماته يختلف عن الاستخدامات اللي تحكي عنها دكتور عادل. هذا يستخدم حق حالات القرنيه المخروطيه فقط. نعم. عشان ما يصير لبس عند الناس ان هذا يعالج اي حالات قرنيه، لا، مجرد حالات القرنيه المخروطيه. طيب، عندنا فيديوهات ونبي تعليق منكم على الشاشه، اذا المخرج يحط لنا الفيديو. جاهزه الفيديوهات؟ تفضل دكتور عادل. هذه عملية ماي أبيض، الحين قاعد تجرى حق المريض، عملية ماي أبيض اللي هو
سحب الماء الأبيض وزراعة عدسة داخل العين. نعم. هذه بداية العملية قاعد يسوي الفتحات. طبعاً عدسة العين موجودة تكون داخل كيس موجودة، فأنت تسوي فتحة بالجزء الأمامي من الكيس وتطلع العدسة اللي هو تفتت بواسطة السونار موجات فوق الصوتية وتسحب العدسة برا. هني قاعد نشوف شلون قاعد يحاول يحرك العدسة عشان يفصلها من الكيس اللي هي موجودة فيه، وبالتالي بعدين راح يفتتها مثل ما أنت شايف هذا جهاز السونار يفتتها وإنه يشفطها كلها بواسطة الجهاز إنها تطلع برا العين. وبعدين إنه هني خلص شالها تقريبا كل العدسة مثل ما تشوف، بقايا قليلة بقت، والحين راح يحط العدسة يزرع العدسة داخل العين. طبعا مثل ما أنت شايف الفتحة وايد صغيرة، الأجهزة صغيرة، الحين راح يحط العدسة. تكون العدسة طبعا مكفوسة مثل ما تشوف هني، العدسة هذه فولدد اللي هي شافسينها دش من فتحة تقريبا 2.5 صفطة وتنفتح داخل. أيوة. وداخل شوف شلون الحين كذي انفتحت داخل العين، بس مجرد انه يحطها بالمكان الصحيح ويعدلها تقريبا انتهت العملية. العملية كلها تاخذ 20 دقيقة يمكن. ما شاء الله. نعم. نشوف الفيديو اللي بعده يمكن. احنا اذكر وانا والمخرج قاعد نطالع هذيل الفيديوهات على العيون حسستونا ان عمليات العيون وايد بسيطة صدقنا، يعني لما الواحد يشوف العين يحس انها جوهرة، بس لان انت اوريدي قاعد تدخلون لها بفتحات صغيرة تحسسونا ان والله عمليات العين هي الميكروسكوبات. يعني الحمد لله يعني تطور الميكروسكوبات هذا ساعدنا كثير، هذا كله تحت تخدير موضعي. طبعا احنا تخدير موضعي، تخدير موضعي، تخدير موضعي تحت ميكروسكوب. يعني احنا الوحيدين الاطباء اللي نستخدم كل مثلا لازم ريولنا اثنينهم على اجهزه، واحد فوكس حق الجهاز واحد حق المشين مالت الكاتراكت، ايدينا اثنينهم داخل عين المريض زين، عيوننا اثنينهم بالميكروسكوب. وغير انه يعني احنا وضعي كذي وقاعد اخيط كذي زين، لان يعني هذا كله تعود على مع مرور سنين الواحد يتعود عليه خلاص يصير تلقائي يعني حركه ايدينا كذي، غير انه واحد لما يخيط ويطالع بعيونه النظر نظرك لازم يكون بعد 6 على 6 عشان شيء هذا مو 6 على 6 عشان كله قبل اسوي العمليه. خلينا نشوف الفيديو الثاني. لازم هذا لازم. دكتور يوسف شنو تمثل هالعمليه او الفيديو اللي قدامك؟ اوكي خلينا نشوف بالضبط. اعتقد هذه اللي فيها هذا اعتقد انه قال إيه هذا عن الليزك، هذا الليزك عمليه الليزك حاليا. هذا المشرط اللي قص طبقه القرنيه، يعني قصينا طبقه من القرنيه، هذا الليزك مو الليزر. نعم. الحين نرفع الطبقه هذه، شوف الحين الطبقه انرفعت الجهه وقاعد الحين نسلط الليزك اشعه الليزك على القرنيه زين، نصلح قصر النظر الموجود، بعدين نرد الطبقه اللي شلناها بالبدايه بمكانها الطبيعي. عشان كذي الليزك يفرق عن الليزر ان سطح العين، الحين سطح العين ما حاشه شيء، ردناه مكانه طبيعي. نعم. فسطحه ما حاشه شيء فما في الام، ريكفري او نقاها اسرع اليوم الثاني للمريض يفرق وياه. غير الليزر، الليزر ما نسوي الطريقه هذه اللي شفتوها. نعم. نسلط الاشعه على طول على سطح العين بعد ازاله. متى يقدر يشوف المريض؟ ثاني يوم. ثاني يوم يعني هو يعني تدريجيا قبل 4 ايام، قبل اسبوع تقريبا، يمكن 5 ايام. ولو مره بعد، لو مره متى تقدر تحط مكياج وتحط المكياج؟ يعني طبعا تطلع. مع العمليات كلهم اعتقد بعد اسبوع يعني على ما يكون ملتئ بالجروح. طبعا لا هذا سؤال مهم، هذا نواجهه بكثره دكتور طارق، يعني لا تضحك عليه. سؤال مهم هذا حقنا بصراحه. هذا مهم جدا. وهذه العمليه اللي لازم تلبس وراها نظارات سود وما تطلع؟ اي كلهم الليزك والليزر لازم يلبسون نظارات سود. نظارات سود؟ اي خلينا اسال دكتور عادل سؤال. تدهور النظر يعني يمكن شيء متعارف عليه مع العمر. صح. هل في طريقه لتفادي تدهور النظر؟ لا طبعا واحد من اسباب تدهور النظر اللي هو الماء الابيض. نعم. ممكن يكون واحد من هالاسباب ممكن تتفاداه، خصوصا في جو مثل جو الكويت واشعه الشمس اللي موجوده عندنا، ان النظارات الشمسيه تكون دائما موجوده على اساس يقلل تعرضها حق الاشعه فوق البنفسجيه اللي هي احد الاسباب اللي ممكن تسبب الماء الابيض. الشيء الثاني القطرات، يعني انا ما انصح اي احد يستخدم اي قطره ما يدري هذه شنو من غير ما يستشير الطبيب او ياخذ راي الطبيب، لانه وايد شائع صاير عندنا بالكويت انه اذا قاعد بدوانيه عينه حمراء الثاني اعطى القطره اللي عنده ممكن قاعد يعالج يعالج شغله ثانيه، عرفت شلون؟ فيعطيه فممكن هاي تكون كورتيزون وياخذها على فتره طويله وهي تسبب لها ماء ابيض فتدهور النظر يصير عنده. نعم. زين الفيديو اللي اخير مال العين موجود ممكن نشوفه؟ هذه عملية ماء أزرق. نعم. طبعا الماء الأزرق هو يكون يعني مصارف العين أو اللي يطلع منها الماء مسدودة مسكرة فيرتفع ضغط العين الداخلي. زين فشو نسوي؟ احنا لازم نساعد المريض نسوي فتحة خارجية،
نسوي الفتحة الخارجية بالصلبة العين البياض ونربط الفتحة هذه في الملتحمة فتكون مغلقة مو مفتوحة برا يعني الماء ما يطلع له برا ماء العين ما يطلع له برا يظل يدور بالملتحمة ويمتص الجسم فبالتالي ساعدنا العين إن الضغط ينزل فيها إن الماء يطلع من الفتحة اللي سويناها لو تشوف الفيديو شوف الماء شلون رايد طلع من الفتحة اللي سويناها وراح مكان ثاني بحيث إنه قلل الضغط على العصب البصري فبالتالي هذه ممكن تغني المريض عن إنه يستخدم القطرات ممكن تنقذ العصب البصري دكتور عادل في عندنا فيديو يمكن بس بعد السؤال هذا دكتور عادل بالنسبة للي يسوي عملية الليزك أو عملية الليزر هل يستغني عن النظارة طول عمره أنا سمعت إنه مجرد يعني شيء مؤقت لا هو مو مؤقت هو يعتمد على عمر المريض طبعا الكل من يدخل بعمر الأربعين فوق الأربعين يصير مع البروسبيوبيا اللي هو يحتاج نظارات قراءة أنا ما وصلت الحمد لله ما للحين بالثلاثينات أنا أشهد زين فعادة يعتمد لما المريض يجي حق عملية ليزك دائما يسأل السؤال هذا فعلى حسب عمر المريض إذا يعني مريض عمره مثلا 20 سنة حق عملية ليزك راح أقول له أنت راح تكون 20 سنة على الأقل ما تحتاج نظارة بس راح يجيك فترة أنك ممكن يصير تحتاج نظارة قراءة بعكس لما يجي مريض عمره فوق الأربعين فهني تختلف الشغلة عنده ويقول لك أنا الحين ألبس نظارة لما طالع بعيد أسوق سيارة وأداوم ولكن لما أقرأ الجريدة أو التليفون ما راح يفرق معي أفسخ النظارة فأقول له هذا راح تنعكس الصورة هني راح تصير أن أنت بعد عملية الليزك حق البعيد حق الدوام السيارة وهذا ما تحتاج نظارة ولكن راح تحتاج النظارة على طول بعد العملية حق الشغلات الجريبة اللي مثل التليفون أو الكتاب أو الجريدة نعم إن شاء الله نعم دكتورة عندش تقرير؟ لا عندنا الحين باقي لنا فيديو واحد نشوفه ويعلقون عليه الدكاترة بس عندي نقطة واحدة بس بعلق عليها على الدكتور النقطة هي بس أن أغلب الناس لازم يفهمون شنو الليزك وشنو النتائج يعني expectation توقعات المرضى هني بعض الأحيان تكون مرتفعة زيادة عن اللازم نعم يعني حسب الجمعية الأمريكية والأوروبية أن الليزك شنو هدفه أنه يخليك تستغني عن النظارة نعم حياتك الطبيعية تسوق سيارة تروح العمل مو شرط ستة على مو شرط ستة على ستة مو شرط سوبر فيجن نعم معاي سوبر فيجن هذا إذا كان موجود إكسترا نعم. زيادة ونعمل الحمد لله لكن هدفنا إنه نخلي المريض يستغني عن النظارة نعم. في مرضى لا هدفهم لا سوبر فيجن وهذا طبعا يكون موجود مو مشكلة بس مو هذا هدفنا في العملية نعم. هدفنا إن قط نظارتك وارتاح يكون واقعي يعني يكون واقعي أكثر نعم النتائج نعم. يعني تختلف من شخص إلى آخر وتختلف من مكان إلى آخر الفيديو الأخير إذا دكتور عادل علق لنا عليه لو سمحت هذا الفيديو خرعني أبي أعرف هذا شنو الشيء هذا داخل هذا الماي أزرق بعد هذا ماي أزرق شيء ماي أزرق إيه هذا الصمام نعم هذا في العملية الأولى شفتوها في مرضى يكون سوينا لهم العملية هذه مرتين ثلاث مرات فبالحالة هذه ما نقدر نسوي لهم لأن ملتحمة خلاص ما نقدر نسوي لهم عمليات نعم. أو مرضى اللي عندهم سكر أوكي. إذا سوينا لهم العملية الأولى تفشل بسرعة فنلجأ للصمام هذا هذا صمام اخترع شخص مسلم هندي اسمه أحمد أوكي. يسمونه أحمد عالميا معروف إنه أحمد فالف صمام أحمد صمام أحمد أي هذا إنه مثل كأنه مثل التانكي العربي نحطها نزرعه برا العين بين العضلات خارجي ونمد منه انبوب شفت الانبوب هذا دخلناه داخل العين عشان انه الماء يطلع ويروح للتانكي هذا وبعدين التانكي هذا يفرغه ويوزعه وما يكون في الضغط يقعد للابد بالعين للابد 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 اي بعض الاحيان يمكن نضطر نزرع اثنين مو واحد نعم. يعتمد على ايش كثر المريض صغير بالعمر كل ما كان صغير بالعمر كل ما كان افرازات الماء عنده اكثر كل ما كان صمام واحد ما يكفي تقنية التانكي يعني دكتور يعني هقولها الحين بسطها حق الناس عشان بسطها حق الناس فهذا هذا الهدف منه انه يسحب الماي الدكتورة انا عارف انها هي مو قادره تنطر على السؤال اللي بعده لان ايه. سؤال مهم جدا لها وللموجودين معانا والنساء والمشاهدين من النساء تفضلي دكتورة انا اوريدي ابي اسال عن عمليات التجميل ايه عرفت توقعت لان المدام عندنا هنا دكتور اخصائي عمليات تجميل فنبي نعرف انواعها وش ممكن تسوي واهم شيء قبل لا ندخل بالعمليات انا قبل لا ادخل قالوا لي ان في عمليات تغير لون العيون نفسها يعني مثلا انا الحين عيوني سوداء ابيها لون زرقاء فممكن تسويها صدق هذه في عمليات صح في جهاز في مثل امبلانت الحين شغله تحطينها داخل العين زراعة. تغير لون العين زراعتها ولكن للحين مو FDA approved يعني
ما ينصح فيها للحين لانه يحتاج عليها دراسات. في بعض الدراسات طلعت صار الناس صار عندهم تدهور بالنظر بسبب زراعه الشغله هذه داخل العين، موجوده تسمعين عنها حتى بالنت لو تدخلين هم في عنها، بس مو يعني